محمد اسمه صير او مخزون جنوب سيناء. جنوب سيناء ايه الاسباب الاعتصام وايه التصعيدات؟ متاخر مكافحه محافظه جذب عماله من شهر 11 الى الان، فاحنا بنطالب بها ليس الا بس. ده كانت من امبارح. هو ما زال الطلب هو نفس الطلب. طب والتصعيدات يعني مفيش اي استجابات من الوزاره؟ هم بيقولوا بيخلصوا على حد علمنا، انا ما اعرفش خلصوا ما خلصوش دي ما مش عارفين. في ناس بتتفاوض، في ناس بتتفاوض موجودين. تمام. مفيش قرار ايه اللي هتبقى حلو؟ ضغط عليك يا شحلو. احنا هنا مستمرين الى ان عملت الحديث ولا لسه يا شحلو؟ جريدتي ان شاء الله. تحقيق المطالب ان شاء الله. لا اسمك هي مطالب الجميع كافه جذب العماله الخاصه لازم كافه جذب العماله للمحافظه لازم كافه للقرى وزاره برشلونه شهر ديسمبر 2012 يحصل عليه كل من يعمل باي مصلحه حكوميه او وزاره لكن بالنسبه لوزاره الاوقاف للاسف اتاخرها من 4 شهور طلبنا مرارا وتكرارا من الوزير يرد لنا كل الفرصات تنتظر حتى الان موافقه السيد الوزير على هذا المحافظه كلها بتاخدها كل المصالح الحكوميه هو مكافحه جذب العماله لا نطالب بزياده مساواه ده حق مكتسب تم اقتطاعه